السلام عليكم، معكم سلطان. اليوم في احتفالية للدوار المصري يا جماعة، 15 سنة له ما شاء الله. شغال الدوار المصري يعني بنفس الكواليتي بنفس الجودة، الله يوفقهم. بالمناسبة هذه عندنا 15% تخفيض لمدة 15 يوم، يعني لين 9 ديسمبر. وعندنا ضيوف اليوم في الحلقة، بس ايش بنحاول نحن نجيبهم، نسوي 3 تحديات جوة هذا الفيديو، وحيكون في 15000 ريال جائزة. عبد الرحمن ايش بكم؟ ايش صلوا على النبي، احنا جايين نهدي النفوس، نرجع العاده، احنا جايين نسوي الدنيا. شوف حتى نظرة فيها حنية، شوف نظرات حنية ان شاء الله. بس يا جماعة يبا انا قال لي في تحدي وفي فلوس، قلت حبيبي انا جاي اقفل الدنيا وانت لاني الحوت. اسكت اسكت ها، وانا جاي من الرياض، ترى كنت في الرياض سحس دق عليه قال لي في تصوير دوار مصري، والله جيت عشان سحس. ما في مشكلة، المهم نحن نجمع القلوب، وانا جيت عشان سحس. يا شباب سلموا على بعض يا شباب. مد يده. سلام لله. مد يده. اوه. ايه ايه ايه. راح الحمام يا اخي، يلا ها. واحد. كيف هنبدأ من غيره؟ اثنين. خايف اقول. ثلاثة. كيف تلك؟ اربعة. خمسة. تبين هنا انتو؟ هذه الخمسة. ايوه اثنين. كده ثلاثة بدين. للطالب. شوفوا جبنا لكم مسابقة، اللي هيخلص الحمامة خلال دقيقة هيخلص، يعني هي دقيقة اللي ينظف أكثر. ينظفها أكثر شيء بالضبط. تحدي بيننا احنا الأربعة، يعني كله تركي بعض. تعال بالله ايش هذا؟ وصل. اوف شفت حبك، شوف جاب لك اللعبة. بس عشان لا يشرق وبعدين ايش لا ياخذها عذرة. طيب مين يفصفص الحمامة؟ واحد جو واضغطها. واحد اثنين ثلاثة. كم باقي؟ 30. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. بس دقيقة تفضل، نبى الحكم يجي يقول لنا. شو 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 دقيقة دقيقة. سيب 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 قصة. ايه اتكلم معي. طيب يا جماعة الحكم حيكون اليوم في دي الحلقة. ايه هذا قال ياكم الأستاذ أمير. ايه فوت فمك فوت فمك. دقيقة خش خش. ايه يا يمين بالله لا أقوم أكفككم الاثنين، روقونا اللي بنصور الحلقة يا جماعة. ترى جايين نهدي النفوس، جايب له يعني بنسوي لكم فلوس ودنيا عشان تتصالحوا. معنا هلا الاستاذ عبد المحل حميد، يعني انا اقول لك من دحين حط طلح برا. عامل ايه؟ عايزك تقول لي مين اكثر واحد فصفص الحمامه. والله هو هنا سحسه هو حمامته هي. لا دقيقه يا كابتن، انت طالع فينا كلنا. شوف عشان نكون صريحين، استنى هو قال انا اشوف هنا في لسه كثير رز. ايوه هنا لسه فيه. هنا انسى، هنا انسى، هنا ما في رز. والله بيني وبين امير. ايوه هنا وهنا، بس هنا لسه ما اكلش جناح الحمام. طب شوف شوف الجناح هناك، شوف الجناح. هنا انا اكلت هنا، اكلت ده هو باقي ده. انا واحد جناح باقي. انت كم جناح؟ هتنسيه يوم القيامه. وانت لسه في رز هنا اهو. دقيقه، هو الحكم مين اللي فاز؟ سحس. هنا العب يا لحيف. انا سحس واحد، ما في مشكله. اول 5000. طب ليه تحط كله في جيبك؟ استنى نص بالنص. والله ما في بالنص. ترى كده هنبدا الفيديو دحين. شوفوا يا جماعه الخير، نحن هذه انا وسلطان، هذه الاطباق حقتنا اللي هو الممبار، بشاميل، ورق اللحمه الجديد، الموزه بالبطاطس. لا 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 تقرب، هم الطرب ونحن الممبار. مين هم لو سمحت حدد امير؟ الله يهديك يا دين النبي. طيب خلاص والرؤى هذا حقنا. تمام. هم عندهم المشاوي والكوارع والفته الفك. ايوه فته اللحمه، وعندهم الملوخيه والمعمر والحواوشي. حواوشي يعني هذه عدد الطلبات عندكم وعندنا. ايوه تمام. لسه باقي تحديين خلال الحلقه. في تحديين، 5000 5000 كل واحد. واحد حيكون جوعني والثاني حيكون تحدي النكهات. بس الاكل المصري معروف، فنحن حنعرف لو اكلنا. فاللي حيصير انه اسامه، نحن حنغمض عيوننا كلنا، واسامه حيخلط مثلا نكهتين مع بعض، ولازم نجيب النكهتين. فخلينا نبدا ناكل. بسم الله الرحمن الرحيم. اتس طبق تايم. انا الصراحه بوريكم هذا الطبق. شوف اللحمه دي كذا تسويها، تنزلها على البطاطس مع الجريفي هذه. تعالي تعالي تعالي. واو كيف طعمه؟ واو ايش هذا؟ طبقنا ايش في؟ طب عادي نجرب. اضرب هذا طبقنا. طب ليه قرب يده؟ ليه قرب يده؟ طلب مو حقنا جد. لو سمحت شيل وصل لي هو هناك. وصل له انت؟ لا 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 يوصله، هذا اللي عندي. قول لي انت اللي اخترته. لا تكلمني، هو اسمه طالع فيه ده. ايش قلنا احنا؟ امير انا طالب هذا، جيب ده جيب. ايش تبغى؟ انا طالب الحواوشي حقي، وهو طلب ال فتة الكوارع. فتة الكوارع صح. ورب النعمة حقوم افصل عليه. تفضل خد.
امسك. طب ما احطوه من البدايه هناك. طيب يلا كاني قاعد مع ما اعرف مزوره. طب بالله يا بوريكم هذا الطبق. والله ربي الطبق رهيب. واحد من اقوى الطلبات عندي في الدوار المصري فتت الموزات. يعني انا ما اقدر اجي الدوار المصري الا لما اطلب. حلو شوفوا كيف الموزه متحمره ما شاء الله. طبعا يعني دايبه بس في شيئين اساسيه جدا. هذه عندكم الدقه والصلصه لازم تحطوا منها شويه. تسوي فنان انت بوجر. خليك في صحنك كذا تقول بسم الله وتاكل. دحين حخرب له المعايير. الحين هو يقول هذا افضل طبق عنده بس هذا المشكله لازم تلحقوه في البزنس هذا. يا جماعه والله انا احس يعني ما ما في افضل شي ما في صح شي. كل الاطباق اللذيذه فصعب لك انه شوف احلى شيء انا انا دائما انا عن نفسي احب اكل مصري كامل بدون اي انا لا الطبق هذا جديد شيء يعني الطبق هذا جديد صح ما قد اكلت الصراحه. أيوه. ولا قد دكتور ابغى ما فيها لحمه فيها كيف ما فيها مرة طعم خلاص فزنا بواحد من الأطباق هم قالوا طعم. دقيقة الحين دقيقة صح بفهم أنا عشان هذا اللي جنبي عشان هذا اللي جنبي قاعد ياكل من أكلي فبفهم أنا الموضوع أنا أنت المفروض ما تخليه. أنا معاكم كلكم أنا أحبكم كلكم والله دي من المحبة علينا كلنا. هذا مو أكلك هذا مو أنا أحبه أنا أحبه نحن حقنا ذا أنكم تحبوا من بعض غاب هذا أكلنا أنا ما أبغى من بعض لا هذا أكلك. نبدأ في جوعني نخش بجوعين ايوه هات هات ابغى فلوس انا والله اجيب مين واحد 5000 مين حيحكم المدير هو اللي المدير حيحكم مين اكثر شخص يجوع هذه 5000 ثاني جاهز يبدا بعدين لا انا اخر واحد ليه مين واحد خلاص امير امير يلا امير انت اول واحد يلا لا لا عشان ذاك البني ادم قال انت يبدا عبد الرحمن ابدا خايف الكرتون يا بس يا عم اسمكم يا جماعه ابدعوا يلا دحين سلطان مين حيبدا انا ابدع ايوه يلا في قلبك في مخك في شرايينك خلصت كده واو خلصت خلصت ممنوع تقعد ساعه ممنوع بسرعه طيب مين اللي بعده مين اللي بعده اللي بعده يلا خش على عبد الرحمن كذا عبد الرحمن باقي امير امير منافسه شرسه اقل من عادي لا 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 تحكم يا حبيبي طيح لقمتك شايف كل حاجه صح شوف الحكم هناك خش على المعلم هنا جينا وقت التحكيم يا جماعة تمام؟ وقت التحكيم أسامة مركز فينا إلا هو اللي يقرر سهلة أكثر لقمة شحتك إنك تجربها أكثر لقمة شحتك تعال هنا بقى أخش قول بسم الله مع هذا أنا هادي أغمض عيوني والله فيها السندويتش اللي سحس عامله دوت سندويتش يعني لا تيجي الزوار المطرح تاكل السندويتش ده السندويتش بتاع حسين حلو بس أكثر واحد جوعني بصراحة شخصيا أنا سلطان الله الله حبيبي والله يا حبيبي والله يا ابويا كيف جوعه هو بيسوي اللقمه كله لحم هنا شوف شوف انت ملك غش يا سحر شوف ايش انا اللي فزت السندوتش عنده آه. السندوتش انا خلصتها ايوه عجبتك صح كده ناخد ديوش حبيب قلبي متشكر يا فريد حبيبي حبيبي كنت حديك لقمه والله ظل ايش ظل والله انه لذيذ هو حكم والله انه لذيذ له نظره حبيب قلبي يا برنس بدوك حبيبي والله انه مو بطل بسم الله الله يا جماعه ليه البشاميل ما حد اسمع 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 شوف صح يا جماعه البشاميل الوحيده في الدوار المصري الباذنجان والله مسوي شغل جامد تقعد حر 10 ساعات ايوه اسمع هذه لازم اخلص عليها خلاص يا حبيبي اكلنا يا عمي اكلنا انت اكلت اويم بالله لو تمد يدك هيا شوف انا ماني عبد الرحمن انا اقوم اربطك في الزاويه هيا وريني انا بس بديك العالم قويه يا بس احبك يا
ايه ايش بك يا تكي تكي بالله تكي يا سلطان انا معك ايش تكي 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 كده تقعد تضارب زبزور قربها هذه الله شوف يا سامة بشاميل لذيذ بشاميل دائما عندهم لذيذ ترى يا جماعه 15% على كل الاطباق انا اللي يعجبني هنا في الدوار على كامل الفاتوره على كامل الفاتوره نعم ايوه والله الطرب ممتاز واو اسمه الطرب لو سمحت مو الطرب الطرب هذا في فرتان السينما طرب ها اهدا انا اشوف اكثر شيء احبه هنا دائما الناس لما يسالوني على الدوار المصري اكل مصري نظيف لذيذ صح والكواليتي ما يتغير بين يعني دحين لو طلبت بشاميل ثاني جنبها حيكون نفس الطعم نفس الشكل نفس كل شيء صراحه هذه شهاده حق هذه يعني ما يتغير الطعم في اي طبق صفقه للدوار وتجيب الطحينه كذا اوه كذا تاخذ النكهتين مع بعض طيب يا حركات سعيان لا بس الناس لازم يعرفوا المنيو حقنا هذا فانتوا لازم في الكومنتس تكتبوا منيو مين كان يعني يشهي اكثر اكيد المنيو حقي حق سحس ولا حق ليفت اند تشيت حق مين يعني سحس ولا ليفت اند تشيت حق الحوت ما في حوت في ليفت اند تشيت يا عمي انتوا ليفت اند تشيت يا جماعه حق اليونكو هذا هذا يونكو انا من رايي بما انه انا قبل ما تدينا رايك اديني ملوخيه ملوخيه بما انه نحن ربحنا 10000 في جيبي باقي 5 خلونا ناخذها فنحن نخش على التحدي التالي ايش كم اديت المدير مالك صلاح هو اللي فاز بفريق سحس 10000 دحين انتوا متضاربين وسووا شغل بزوره ما عندكم ولا ريال فيا تتضامنوا مع بعض عشان تفوزوا يا حد يخسر كله يمشي مع الملوخيه إيه؟ هم خليهم يتكلموا وانا باكل اقول لك اديني قطعه ايش نخش على التحدي التالي يلا اول واحد حي امير قفلنا عيونه نحن الثلاثه حنخترع له لقمه ولازم تعرفها لا ما يحتاج انت يا سلطان انت يا سلطان سوي يلا انا حسوي يلا اسمعوا اسمعوا بالله نبغى نخترعوا لي اللقمه اخترعوا شوف لازم نحدد يا نكهتين يا ثلاثه لا سحس اسمع سحس اسمعي سوي اللي تبغاه سمك لايك نكهتين طيب هي نكهتين حتكون نكهتين ثلاثه شغال طيب لا تشيلهم انا حسوي لك كيف بدي لا 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 اسامه اديله ملعقه خذ الملعقة الجديدة خذ الملعقة الجديدة لا تستهبل يا سامي جديدة ماشي هذه فيها رز معمر يا ابله انا هو شوف جنبك دقيقة يلا بسم الله يلا ايوه سلطان بياكل يلا ايش اللي اكلته ترى اكلتين هم كانوا بيعطوا لك هوت صوص قلت له لا هو ما ياكل باذنجان اوبس انا قاعد اقول لك ايش فيه في باذنجان في رز معمر خسرت 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 خلاص خلاص كان رز معمر ما فرق كوارث والله خسرت شوف شوف باذنجان مع باذنجان مخلل ما حد يعرف لك الا انا لا ملعقته ملعقته ما حد يعرف لك الا انا داري 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 والله ما اخش انا يسموني سوسو نكات اصلا باين جايبين لي تواسكو يا تعبان والدليل تحدي النكات كيف كنت يا اسامه وتركي فنان فنان بطل صفقوا لي يا عمي شوكولاتات سهله ما عندك مشكله انت نحن نزلنا 10 اطباق فهي حتكون عباره عن 10 اطباق الموضوع سهل هي نكهتين هي نكهتين ملوخيه ما حتحطوا لي عشان اعرفها بشاميل ما حتحطوا عشان اعرفها ورقه لحم ما تحطوا عشان اعرفها حواوشي ما تحطوا عشان اعرفها باقي 6 هذاك اللي هناك ايش اسمه يا اسامه ايش اللي هناك هناك اخر شيء روقك لا افتح فمك افتح فمك فك فك فك. عشان ما يحطوا لك طماطم بس حط الكوارع ايش بقوله دقيقه ويا رقاق يا حواوشي دقيقه في واحده منهم اختار بسرعه 3 2 1 رقاق صح فنان الحين لازم نشوف واحد ثاني ايش بتسوي انتم ما في شيء هاتوا 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 بالله يا شباب شيء يكون اساسي ما يكون ما يكون مثلا والله اساسي استنى 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 فريق سحس حيفوز يا جماعه فين امير ماني سامع ايش بتسوي نكتين نكتين ما نبش فك بقول بسم الله اقطم عشان مو لازم تاخذه كله ايوه أكسو. بسم الله ما شاء الله بالعافيه يلا يلا واحد طب طب اصبر انت عدت لي طب ابلع ما عدت عدت لي ابلع اتوقع انه محشي لانه في ارزاز
في فمي. نقي قول قول الصفين ايش هو. اول شيء بشاميل والمحشي الثاني خلاص عرف. يلا. فلفل رومي. اكيد؟ ايوه. مليون بالمية؟ ان شاء الله. خسر. والله محشي بصل. محشي بصل. لا يا شباب. وبعدين معلش المحشي كله خرجته حطيت لك بشاميل جوا. كل المحشي خرجته. كيف عرفت؟ يلا خسرت قوم. هذا احنا فزنا. خلاص هم فازوا. بس لازم 2-0. نبى نوثقها. مو تدوني وصفة صغيرة ما اعرف ادوق منها. لا لا. يلا. كفي؟ انتش. ولا تبغاها؟ اسحب. معمرة اللحمة اللي تجي مع المس جول. كفو! جيب الخمسة لها! حنا ملوك الأكل! صفقة لينا! قلت لكم ما تتعاونوا. لا هذا أصعب شيء. لازم تتعاونوا. بس دقيقة الحين أنتوا الاثنين تجي المطعم ده ممكن في الأسبوع تاكلوا 10 أطباق منه. إيش دخل؟ حط فلوس في الحساب. نحن أي لقمة فيها ده اللي خاف مين يلعب فيه. أحلى شيء اللي بتسوي بصدقه ما تخسر فيها. تطلع من جنب تدخل من جنب. يندهله حبيبي ده اللي خاف من العفريت. بالله والله استحسان ترى كنت في الرياض وجاي عشانك حبيبي. والله ما أنا أجيك كمان مكان ما تبغى. والله تسلم. مو زي بعض الناس ما يجي تقول لهم لا حول ولا قوة إلا بالله تعالوا مشوار يقول لك مشاكل ما في مشاكل أنت إخوان غدوا الأحباب إن شاء الله والأمور طيبة حبيبي. يا أخي لا تقعد تدق بالكلام. ادق بالكلام. الميدان يا حميدان. الميدان يا حميدان. ايش ميدان؟ ايش فيه؟ ايش ايش فيك؟ نرجع فقرة الحلا. فقرة الحلا. عندك واحد ام علي وزبطوا. يا جماعة الخير. شوفوا صحني اسود عشان تعرفوا بس. انا دائما لما اجي اطلب الام علي من عندهم بقول لهم شيلوا مكسرات خلوا الزبيب وقمروها بزيادة. شوف. اوبا بسم الله الحلا عندي ام علي بس المشكله انك في الحلا العربي انا ام علي وكنافه يعني ام علي صعبه ترى معلومه عندهم ضيافه بس خلصوا اكل انزلوا لكم الكيك والبسبوسه والكنافه ايوه في كنافه بسبوسه وكيكه حليب هذه تنزل ضيافه مع كل طاوله بسبوسه بس بوسها كنت وانا صغير اقول بس بوسها ايوه يؤسفني انا ابلغكم يا جماعه انه وصلنا لاخر حلقه ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في هذه الحلقه كانوا معنا لفت اند شيت الجميلين الله يهدي سرهم يا رب حبينا نظبط الامور وان شاء الله حتظبط قريبا يا رب انتوا اخوان واصحاب حلبه يا عم انا موافق حلبه تظبط انا موافق طيب اللي يفوز ايش له يتحكم في القناه انا قلت لهم احنا اخوان ماشي مع بعض اذا مره ما تبي تطيحوا المياه ادخلوا في حلبه العبوا ملاكمه وطيحوا المياه خلاص بعدها ارجع زي ما كنت نلعب لعب اتحكم ولا ما اتحكم واللي يفوز يجي عند سحس واللي يفوز ياخذ قناه الثاني كيف مين مين ما فهمت يعني هم يخلصوا اللي يفوز ياخذ القناه بعدين اللي فاز يجي يتحداك اللي يفوز ياخذ قناه ايش رايكم؟ عن تكسير درع المليون يلا تكسير درع المليون كان معكم سحس عبد الرحمن نخ صبر كان معكم الحوت عبد الرحمن وسلطان واليونكو امير سلام